سلام على دار الحديث بمعبر بناء لميراث النبوة جامع على منهج المختار والصحب أسست دعائمه والحق أبلج ساطع وطلابه أمواج بحر تزاحمت ذو همم مما صدهم عنه مانع مواطنهم شتى ومن كل بلدة أتوا رغبة في العلم والعلم نافع دوي لهم كالنحل عند قراءة لأصواتهم حقا تتوق المسامع تراتيل آيات ضحى وعشية تسح المآقي والقلوب خواشع لهم في صحيح القول عن خير مرسل وفي الوحي حصن إن تهب الزوابع ترى كل شخص منهم متأبطا كتابا وفي الأسفار تلف المنافع وفي الدار يلقاك الإمام محمد أبو النصر نجم للعقيدة لامع بمفرقه تاج الوقار مرصع وعاليه ثوب من الزهد ناصع بكف الندى يلقى الشداة مصافحا ومن فيه أدجان البيان هوامع بقية أهل الفضل والعلم والتقى فقيه لرايات المعارف رافع وآثاره في كل سهل وشامخ ومنبره نصح وفيه الروائع تصانيفه تنبيك عن نضج فكره وعن حلمه تنبيك تلك الوقائع وخير ختام في صلاة على الهدى وعترته ما كوكب الشمس طالع.